السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول لكم رمضان مبارك، وكالعادة في هذه الحلقة طريق جديدة نصورها لكم. هذه الطريق التي تربط قرية أركمان بالطريق الوطني رقم 2 التي تربط زيو بالنظور، والتي تمر بتلال وسهول ومناظر خلابة طبيعية. سنحاول دائما تقديم كل ما هو جديد لنكون عند حسن ظنكم، فتابعوا معنا هذا الفيديو. نرجو منكم الاشتراك في القناة لنستمر في نشر المزيد. Hey travelers, welcome to this Poidea channel. Hopefully, you are always healthy and happy. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image